بس قبل ما اجي اشتري تجاري لازم افهم كلمتين مهمين جدا. ايه هم؟ في فرق ما بين الوحده اللي بشتريها ناحيه كناحيه بيعيه وناحيه تشغيليه. مش فاهم يعني ايه؟ اه ما انا فاهمك. الموضوع ده مهم جدا يعني. بقى بيعيه وتشغيليه خلينا متفقين ان احنا بيطلع علينا كتير جدا في السوق، بيجي يكلمونا ويتصلوا بينا وناس بتطلع علينا في كل حته اعلانات وكده، احنا احسن مول في الدنيا، احنا المول بتاعنا مش عارف فيه براندات ايه، المول بتاعنا ايه، المول بتاعنا ايه. لا حضرتك انا هدي لك شويه مفاتيح كده وانت بتختار، تخلي بالك. بيعي تمام، بيعي احفظ معايا، بيعي رقم واحد، وايه تشغيلي. تشغيلي يعني ايه بيع وتشغيلي؟ يعني وانا ببيع لك هقول لك كلام جميل وحلو خالص وانت هتشتري تمام. بعد ما هتشتري هيشتغل؟ اه يشتغل ولا مش هشتغل؟ مش دايما، لازم بقى في معايير بقى هقولهم لك. بقى هم بقى بص انا طبعا مش كل المعايير يعني، عشان بس الناس المتخصصين بتقول لا ده في حاجات تانية، في حاجات تانية، بس عشان وقتنا انا هتكلم على 8 نقط. اول حاجه المكان. وانا بختار وحده تجاريه تمام، لازم يكون اللوكيشن بتاعي مميز. لازم يكون اللوكيشن بتاعي ده بقيسه بالمكان، هو فين، جنب ايه، على على يعني على شارع شكله ازاي، الموقع بتاعه ايه، الاماكن المهمه اللي جنبه تمام. هو ده اللي هيعلي لك الـ 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 القيمه بتاعته، سواء كان بيعه او سواء كان ايجاره. تمام، يبقى المكان ثم المكان ثم انا بتكلم على حاجه تجاريه. حاجة تجارية ديت عندي كثافة سكانية كبيرة جدا في المكان ولا ايه؟ جنبي ايه؟ عشان النقطة التانية اللي هتنقلها الكثافة. الكثافة، الكثافة بتاعت المكان. انت خلاص انت لقيت المكان جميل وحلو تمام؟ يبقى احنا بنتكلم على مكان المول، اللوكيشن بالظبط. مكان بقى المحل اللي انت هتاخده مهم جدا، يبقى المكان بتاع اللوكيشن بتاع المول والمكان كمان بتاع المحل يبقى حلو ازاي جوه المول، يعني اختار على اي اساس بالظبط، يعني هختاره ازاي، جنب ايه، جنب سلم، جنب مدخل المول، جنب فين. ما هو اللي هيحط لك ويقول لك مثلا ده انا مش عارف ده هنا مكان مميز، ده من هنا مش عارف. لا انت حاطك قيس فين المدخل، عايز ابقى متشاف بالظبط فين المدخل. هل المحل بتاعي فاتح على بره على طول؟ ما في اصلا دلوقتي مولات مثلا، يعني احنا عندنا في بيتر هاوس سكاي مول، ده اصلا عباره عن شريحه كده طويله كلها على الممشى السياحي. مش السياحي ده منطقه اصلا تجاريه. وكل المحلات فاتحه بره. مش بس بدخل المول عشان، لا ده اغلبيه المحلات اللي بقى فاتحه على بره على طول. ما انا ممكن اشتري محل، هشتري عادي في الدور الاول او الثاني برضو. اوكي، بس في نفس الوقت اللي تحت هيبقى احسن. واستخدامه لبعض الحاجات هيبقى احسن. هيبقى احسن بس هيبقى اغلى بالنسبه لي. ما طبعا ما هو احسن هيبقى اغلى. ما انا النهارده انا بتكلم دلوقتي على قيمه ايجاريه. انا بتكلم عن الناحيه التشغيليه. هيجيب لك ايه بعد كده؟ يعني لو اللي تحت مثلا لو قسنا بالتجمع برضو، لو ده يجيب 100 اللي فوق يجيب 30 40 مثلا. مثلا دي نقطه، يبقى المكان رقم واحد. الكثافه بقى يعني نويت عليها، بس الكثافه دي يعني ايه كثافه؟ بيمر على المكان ده كام شخص؟ عايز اقول لحضرتك لما بيجي براند بياخد محل ما بياخدش كده عفوائي ولا مش عارف، لا زي ما بنسمع كده، لا خالص. ده بره مصر بيقيس بحاجتين، بيقيس بالكاشير، الكاشير ده بيجي كام واحد يشتري منه تمام، وبيقيس بكاميرا، بيحط كاميرا صغيره كده على المكان وبيحسب كام واحد بيدخل بيمشي قدام المحل. مش بيدخل، بيعدي قدام المحل. انا اسف. تمام، بيحسب في المتر المربع كثافته قد ايه. ده بيرجع على حسب ايه؟ برضه هيرجع على حسب المكان. النهارده مثلا قدامي جامعه، انا على فكره في سكاي كابيتال مول قدامنا الجامعه. تمام، هل تخيل كثافه الجامعه ديت بعدد الكليات ديت هيعمل ايه في المكان؟ تزاحم تمام. قدامي جنبي كمان مدرسه وفي منطقه سكنيه وعندي الكومباوند كمان عن يعني محطه المونوريل دي قريبه منك في اماكن تانية، يعني محطه المونوريل قريبه في الار 7 وقريبه كمان للداون تاون، احنا عندنا مكان تاني في الداون تاون. بس انا مش بنوح عني، انا بكلمك عشان انت تفكر تختار ازاي تمام. بالظبط، ما تخليش حد يفكر لك ارجوك. يعني في ظاهره دلوقتي كبيره جدا ان مثلا حد بيطلع عليك يقول لك انا مستشارك العقاري تمام، وانا بختار لك كذا، وده ده يعني الحاجه الصعبه كمان ان هم بيعرضوا كاش باك على الناس. يمكن الناس اللي بتسمعني مش فاهمه يعني ايه كاش باك، يعني بتاخد عموله من بتاخد عموله من نفسك. بيدوا له فلوس على نفسه، يعني مثلا اشتري وهيرجع لك مبلغ كذا من اللي انت هتدفعه على نفسه من فلوسه. ايوه تمام. لا فعشان كده ركز، الله يخليك ركز، لان الفلوس اللي معاك اللي انت كنت شايلها ديت لو انت عايز تحطها لازم تفكر في معايير مناسبه. يبقى الموقع بتاع المول، المكان المحل. أيوة. والوحده بالظبط، والكثافه.